الحياجة. ممثل سوري مخضرم، ولد بحي ركن الدين الدمشقي يوم 6 نوفمبر كانون الثاني سنة 1939، أحد أعمدة السينما والدراما السورية. لقبه محمود درويش بأنتوني كوين العرب. امتلك موهبة فنية فريدة، وكانت له بصمة واضحة في الأعمال التلفزيونية السورية والعربية. وصفه كثير من الفنانين بالزعيم والفنان الشامل، وعد من أهم 50 ممثل في العالم عام 2004 وفقاً لمجلة تايم الأمريكية. بدأ خالد تاجة العمل المسرحي وهو على مقاعد الدراسة في سن 16، ووقف أمام محترفين كبار مثل عبد اللطيف فتحي وحكمة محسن. على خشبة مسارح المدن السورية صقلت موهبته الفنية وقدمته لاحقاً للسينما والتلفزيون. وفي 17 انتسب إلى فرقة المسرح الحر، ثم انتقل إلى المسرح العسكري ليدخل بعد ذلك إلى عالم السينما، ويقوم بدور البطولة في فيلم سائق الشاحنة عام 1966، حيث حقق نجاحاً كبيراً فتح له الأبواب ليلعب أدوار البطولة في أكثر من 20 فيلماً خلال طفرة الإنتاج السينمائي الخاص في سوريا. ومن أهم هذه الأفلام فيلم أيام في لندن، وفيلم الفهد، وفيلم العار. وانضم لنقابة الفنانين في 21 أغسطس آب 1968. وبعد فترة من الانقطاع عن العمل الفني دامت حوالي 10 سنوات، أعاد التلفزيون اكتشافه من جديد في عيون الجمهور السوري مع نهاية الثمانينات، فلعب منذ ذلك التاريخ وحتى وفاته أدوار البطولة في عشرات المسلسلات التلفزيونية. شخصيته الحادة وصوته الرجولي الخشن جعلاه يبدع في الأدوار الدرامية الجادة، حيث أضحى من أبرز الممثلين العرب. شارك خلال مسيرته الفنية في عدد كبير من المسلسلات النوعية مثل الزعيم، التغريبة الفلسطينية، إخوة التراب، أيام شامية، تمر حنة، الزير سالم، الفصول الأربعة، بقعة ضوء، زمن العار، ويوميات مدير عام. وقدم أيضاً مجموعة من الأعمال المسرحية مثل بيت للإيجار، حرامي غصب عنه، وكثير من الأعمال غيرهم. أجبرته أوضاعه الصحية على الابتعاد عن التمثيل لفترة من الزمن، ليعود بعدها إلى الشاشة الصغيرة بقوة وليقدم من خلالها أدواراً متنوعة. فشارك في مسلسلات اجتماعية معاصرة وأخرى تعكس البيئة الشامية، كما شارك في أعمال تاريخية وكوميدية وناقدة. لا يؤمن تاجة بالفنان النمطي، ويعتقد أن الفنان الحقيقي هو من يقدم تنوعاً من خلال الشخصيات التي يجسدها. وانطلاقاً من هذا الفهم قدم أعمالاً أثرت التلفزيون السوري والعربي، فاستحق التكريم وشهادات التقدير، ونال منها الكثير جداً خلال حياته المهنية مثل جائزة مهرجان بودابست في بلجيكا عام 2010، وجائزة أدونيا عام 2005، والميدالية الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي التاسع، كما حصل على ذهبية أفضل ممثل في مهرجان القاهرة 11 للإذاعة والتلفزيون، كما عدته مجلة التايم الأمريكية واحدا من أفضل 50 ممثلا في العام 2004، وغيرها العديد من الجوائز المحلية والعربية. طوال مشواره الفني حافظ خالد تاجة على الطفل الذي في داخله وحماه، وكان يعتبر ذلك الكسب الذي كسبه في حياته، لأن الفن له علاقة بتركيبة الطفل برأيه، وعلى الممثلين أن يحافظوا على هذا الطفل في داخلهم وأن لا يكبروا، لأن فن التمثيل يضيع بين الكبرياء والخجل. توفي الفنان القدير خالد تاجة في 4 أبريل نيسان 2012 عن عمر 72 عاماً، وذلك بسبب المرض العضال، حيث كان مصاباً بالسرطان في رئتيه، فقد أصيب بجلطة حادة أصابت رئتيه قبل أسبوعين من وفاته، مما استدعى نقله بشكل طارئ إلى مستشفى الشامي في دمشق. كان تاجة فناناً مرموقاً وإنساناً صادقاً، ستبقى ذكراه في ضمير السوريين والعرب
مثالاً للفنان الحقيقي. ترك لمحبيه جملة واحدة على شاهدة قبر أعده بنفسه لنفسه: مسيرتي حلم من الجنون كومضة شهاب، زرع النور بقلب من رآها لحظة ثم مضت. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.